سعد لي مساكم يا الاحساء لايف، وجمعه طيبه علينا وعليكم ان شاء الله. وهنا موقعنا الحي المزرع. السلام عليكم اهل الحسا، كيف حالكم؟ انا مع ولدي عبود من المحدود، نقول لكم جمعه مباركه واسعد الله ايامكم بحلول شهر. مباركة معاكم عبد العزيز من حي الفيصلية. حياكم الله مجلة بليلة وأهم شيء الشاي المخدر قهوة السيد مع الشباب الحلوين. حياكم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، معاكم أخوكم أحمد سليمان من أهل الهفوف ومن سكان الدمام. أحاول قدر الإمكان أجد ابتياع غاز شخصي لنوصل الحسة وأروح القصرية. نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال.
الرجال يبيعون في سوق الحراج.